يستافدوا يبقاو تما مثلا لوجي نوغي واكلي بالداخل. يعني انا هادشي اللي حنا في صدد ديالو، يعني خصنا نهزو بالايقاع، نهزو بالمستوى، لان الناس يستحقوا، وحتى الشواهد اللي يكون عندهم واحد حيت كلشي هادشي كلشي دابا حاط كلشي. حنا عندنا بزاف ديال الشركاء، لا لوديكو ولا الغرفه ولا الوزاره ديال التكوين ولا التعاون الوطني ولا هاد الناس كلهم باغيين البروجي ينجح، وكلهم مستعدين. كيقول لك حنا الا كانت شي اداره مال حنا غادي نديرو فيه فوتو البيت حنا نخلصوها. انت شنو شنو حنا سالو دابا مؤخرا، دابا وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه خلص في هذا المشروع ديال هذا المساجد. كان داز دابا، يعني دابا لا دابا تا المساجد وديك الدور الطالب المساجد كامله غادي تستعمل على المغرب كامل، على نفس تكون كانت وقع قديمه الاتفاقيه. لان الميزانيه الصحيحه راه كتخسر الميزانيه الصحيحه اللي كتمشي في الكهرباء، وهما من هذا الشيء اللي بغاو يحافظوا حتى على الطاقه المائيه، لان راه الاغلبيه ديال لا برودكسيون ديال الانرجي الكتريك كتكون البركه دونا، دونك حتى الطاقه الكهربائيه حتى الصبي الماء والاخر كينقص بزاف. اذا اقتصاد في الماء، اقتصاد في الماء، كاين واحد اقتصاد في الماء، لان غادي تستعمل الماء للري وكذا، الانسان وتزيد تنتج منه الطاقه الكهربائيه انت، اذا غادي تولي تخسر عندك واحد الكميه كبيره ديال الماء اللي كتضيع وانت. لكن هذا دعم كبير في هذا المجال، هذا كاين دعم حاجه ديالها في الحاجه ديالها في المنطقه الخضراء. المخطط الاخضر اغلبيه ديالو كيدعم المشاريع اللي كتقتصد في الماء. اذا الدوله اغلبيه المشاريع ديالو اللي كتنفذ دابا في اقتصاد في الماء. بالنسبه للمشروع تبارك الله جا حتى لعندنا وما خاسرين والو، الانسان نطلبوا الله نكونوا من بين هاد الخمسه واحد. الله يسلمك الله يسلمك. تا ما كانش غادي نعاودوا حيت كان انا بس السؤال ديالي استاذ تسمح لي باش قدمت السؤال هذا، لان كان انا واحد النهار جلست معايا واحد مول شركه اصله تركي، عنده شركه هنا في المغرب، وجلسنا مع واحد جوج فلاحه بغاو يديروا هذا البومب بالطاقه الشمسيه. هو ملي بدا يهضر معاهم ما عرفش يقنعهم، يعني هو الفلاح شبر السيلو بدا كيحسب لقى انه يدخل الضوء احسن له من علاش، لان الاخر ما عرفش يقنعهم. مني ناضو قلت له شنو درتي، وانا نتبع حالي قلت له شنو درتي مع السيد، قال لي ما تفاهمناش. قلت له علاش؟ قال لي ودي راه بقى كيحسب علاش شنو دار هو الخطا اللي دار هذاك السيد. بين له الربح ديال الضمانه ديال البلايك ما بينلوش، ما بينلوش، خلى هذاك الفلاح عبقري عليه. قال له انا لا تحت الشتاء نكون مستافد وعندي الضو ديالي، يعني الطاقه فهمتي، كان خصو يبين له اكثر. هذا الشيء اللي هو السؤال ديالي، يعني كان خصو يبين له الفائده اكثر من انه البلايك فيه مضمنه. يعني هو راه غادي ريكوبيري فلوس ديالو بعد واحد الوقت، كاين هذيك لاموغتيزاسيون، كاين لي سوبونسيون اللي كتعطى للفلاح ابروبو ديال هادشي في دار المغرب الاخضر، كاين بزاف ديال حتى من الناحيه ديال البيئه ولا بروتيكسيون لوكيفالمون، حيت ونهار اللي غاتسد الدوله يدا على هاد لي سوبونسيون راه الدوله غتاخد المسار، ما الدوله راه ما لاقيتش الفرصه انها تهز، لان راه كاين عجز مالي وكاين بزاف ديال الكاستاج ديال البترول. دابا كاين مثلا 1000 درهم في النهار كيسيروا ولا 2000 درهم كما قال شي واحد، دابا عاد كثر 2000 درهم غنضربوا حنا في اللي كيخلص في النهار ديال ولا سولنا من ديك المعاونه اللي كتعطي الدوله على هذيك 1000 درهم شحال غادي نديروا 3000 درهم في النهار ما تخرجوش. زي بالنسبه للبلايك والبومبايس قاموا مثلا بواحد 12 مليون ولا اكثر، يعني هو هذاك اللي كضرب العمليه حسابيه عطات الاخر عطاتو اكثر من، يعني كان المفروض انها تجي قل والاخر خرج له اكثر، يعني كان المفروض ان البلاكه مثلا تجيب 25 عام نقسموها على الميزانيه ديال 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 هذا، خص عمليه حسابيه تكون مزيانه، هذا هو السبب حنا بغينا نتكونوا في هذه المسائل هذوك. وهذا الشيء كامل داخل كامل كاينه فورماسيون في هذا الشيء هذا ديال بروفيسور ولا موبتيزاسيون في الوقت، يعني حتى الاساتذه اللي كنحاولوا نختاروهم اساتذه ذو كفاءه عاليه خاصه خدامين هذا الانستيتيو ديال الكوتايين على مستوى الله يسر الله يسر الله يسر الله يسر الله يسر الله الله يسر الله الله يسر الله غنقول لك بالنسبه انا غنقول غير لانه كاين واحد الكوميدي اللي غتبقى تملي هذا السويد. حنا الهدف ديالنا هما الهدف شنو هو؟ دوك الناس اللي مساكن كيديروا لانستالاسيون الضو، مره خدامين مره ما خدامين، شوف وضعيه صعبه، كتلقى مسكين ما عنده والديه ولا عنده الحاله ديالو ضعيفه مضعضع ما
ما وصلش انه ما وصلش انه يوصل لذاك ليكيليبر داك التوازن ديالو سوسيو اجتماعي سوسيو اقتصادي هذاك هو الهدف ديالنا واحد الله يعني هادو هما لي كريتير اللي اختاري واحد النقطه مهمه استاذ ما حنا ما بغيناش اللي قاري واللي اصلا داك اللي كان قاري وخدام وعندو راه بيسروا الامور حنا داك السيد اللي مسكين غادي كيتقاتل مع الزمان وعندو الحياه ديالو شي معيه مضعضعه هو اللي بغينا كاين واحد النقطه مهمه استاذ ذكرتيها دابا الله يجازيك بخير ديال هذاك المسكين والدرويش والمهني حيت الا تعطى المارشي في خبارك واحد المساله المخطط الاخضر دابا انا ضحيه ديالو شنو كيوقع كاينو دو مستثمرين عندهم راس المال ما معلم ما والو كاينو هو كيشد المارشي ويخدم مع المعلم بواحد الثمن طيب هذاك راه نقطه مهمه يعني من الاحسن تكونوا دابا قبل ما يطيحوا هذوك المستثمرين لان دابا لي ريغاسو شدوا ناس ما معلم ما والو جا عنده فلوس دار شركه وبدا كيخدم مع هذيك المهني بواحد 100 درهم هو كيضرب فلوس صحيحه وهذاك اللي خدام تيدير لا ريغاسيون وداك الشيء هو المعلم هو اللي جاب المارشي هو اللي المارشي وما تعطلوش عطى داك السيد المقاول اللي كيما قال خصنا شي هادي زانترميديا راه دو زعما شوف ولد المنطقه قال لك اهلو مكه ادرامي شي هاديها انا ولد القصره ولا ولد العرايش انا اول واحد درت لي نخدم في هذه المنطقه مثلا انا ولد المنطقه ولد القصره درت هذاك الاحرار انا ولد المنطقه انا ولا اش نخدم بوبا سولير علاش غادي يجي واحد من برا ويدير شركه وانا تكونت وعندي سوق ديال الدوله اصلا انت استراتيجيه ديال الاستراتيجيه الجهويه هي في هذا المسار داروا لي بلاك سولير ديال الضوء الكتريفيكاسيون في سبور ريزو وفشاون درنا هذاك خلينا من المكتبه كنا درنا هذيك لي بلاك سولير في الضوطيف ولكن مؤخرا مع ازيميت داروا واحد البروجي ديال داكشي ديال السياحه القراء ديال لا لي فام لي مش عاقل داروا بزاف ديال الحاجات في الشاون عندما نقول زعما هما مريحين اكثر من ايغال يعني مثلا تخصم الدوره تاع الانجليزيه تما راه الكتاب جات ديال سالامبو خصوصا هاد بلاك سولير جات سالامبو خصوم الاجنبي باش يجي يخدم بزاف ما كاينش لا متفق سد واحد حنايا اللي كنطمحوا له هو ان ما يجيش شي واحد اجنبي هذا حنا درنا ناستراسيون في الغرفه ديال التجاره ودرنا في الشاون وغادي دار في وزان ودرنا في اللايف ستاي وان شاء الله غادي يعطيونا دابا نفس الغرفه ديال التجاره بعد هاد الناس اللي غادي تكون هما اللي يديروا ناستراسيون ديال الغرفه حسيمه وزيد ديال اماديس داكشي هادشي ديال يجي واحد اجنبي زعار عينو خضر هادشي ديال الثقافه ديال هذاك غادي يدير صافي وحنا حتى حنا عندنا كفاءات انا شخصيا انا ما انا قريت على اللي ما يبغيش اللي ما يبغيش الخير لبلادو للناس وانا خفيه خير حنايا ما كرهناش الناس ديالنا حنايا هما اللي يديروا انت تخرج جوج في الناسنا وداكشي غيخطا ماشي مشكل غادي تعلم ماشي واحد راه يولي تا هو الاكسبير ماشي واحد عنده الفيلا يقول لك لا انا ما كرهتش شي واحد يجي برا كاين ناس انا كيف طنجه والله كاين الناس اللي كيديروا فوتوفولتايك بلا موديليزاسيون سيميلاسيون ديال الاكسال اورينتاسيون ديال لي بلاكي كلشي كنا حنا الثقافه ديالنا باقي كنفكروا واحد غادي يجي من برا ويقرا لنا تقدر تشجعنا على واحد الفكره ديال الماء في الروبيني بالنسبه للديور البلوم بحال دابا اللي بلومبي دابا مثلا قدو نديرو بومبا بالطاقه الشمسيه تعطينا واحد الباسان يعني كنسموه بالدارجه ريزيرف شاتو وفرق على شي 10 ديور ولا 20 ولا 30 كاع واش تقدر تخدم هذه الفكره مثلا اسيدي نديرو او تعاونيه او جمعيه نديرو دراسه ديال المشروع نديرو لي ديال الفيزيكس تاع المدينه ولكن شكون يعاونك على هذا الشيء ديرو لي فيزابيليتي واش دول الى كانت شي فكره بروجي بيرتينون نباتنتيوها ونقلبوا على لوفوم عند لي ان دي اج ومع لوفوم عند لاجونس ديال ديفلوبمون دونور
قلبوا سيدي باش نفعلوها الا كانت شي حاجه اللي هي اصلا لا حيت كاين الدواب بعد الدوار كيعاني من الماء الشرب وباش يدخل هو الوكاله كديك الشيء مكلف بزاف يعني مثلا بغيتي تدخل مكانه ديال الماء خصك مليون ولا جوج ولكن الا كانت جمعيه راه كيبان لي انا يكون داك الشيء ناجح اقتصادي اذا كان شي مشروع هو الطاقه الشمسيه تخدم لك لا من غير هذيك المنطق كنهضر عليها اذا كان شي اطار القانون يعني بحال دابا مثلا هذا الخارط مع المكتب للموضوع خصك تخلص السهم الماء اللي كيدفعوا الضوء اي دفعوا الطاقه الشمسيه راه هي هي هذاك الموتور كيخدم بالضوء ولا كيدفع لك المدينه كامل لا السؤال اكثر من هكا مهمه سي لان مثلا انا مشي نخلص مكانة شحال يطلبوا لي يطلبوا لي مليون ولا ولكن الا كنت مع جمعيه هذيك الجمعيه كاينه مهنيا خمسه داروا جمعيه راه ممكن يدخلوا المال هذاك الدوار حاليا راه كاين هذه القضيه ابغي سكن سمع بها انا الساحل راه تقريبا يتم بالطاقه الشمسيه لا ماشي الطاقه الشمسيه هذه يتم التزويد ديال 200 دار بواحد واحد الشريفة ناقصة على داكشي اللي غادي يمشي للشخص باش يتابونا مع الشركة باش يعني يجيب الضو داروا لهم واحد الطريف ديال 2000 درهم ولا داكشي لا ما يمشي واحد مجموعة الربط الجماعي الربط الجماعي الجماعة تكون مساهمة في هذاك بوحدو قالك واش ممكن زعما تكون شي تعاون خمسة المهنيين يخدم بهذه واش شنو المقصود ديالو كامل ويكون واحد ريزرفوار يكون عندك واحد الشاطو يعني ديك الموتور كيدفع الريزرفوار الطاقة الشمسية الشاطو يدفع للشاطو الريزرفوار يدفع للشاطو الشاطو يدفع للشاطو كل واحد من المسائل ديالو واش فهمت إلا تم الدراسة ديال المشروع ياك مشروع ناجح وعنده بيرتينون دار دراسة الجدوى ديالو لا بارتي ايكونوميك منخرطين كذا شي كلو ياك ايوا بزز منه مثلا حنا عندنا طاجه طاجه مبادره اللي كدير لي ميكرو كريدي ومن خلال كاع دو 300 مليون ورشحها فوقاش ما بغيتي وكاع ما ترجعها اذا الخطاب الملكي اللي دار ديال الميكرو كريدي اي واحد غادي يمول المشروع على دي اج ولا شي حاجه لانه هو فعلا بيرتينو المشروع هذا الا كان ناجح الدراسه توكو بزز منها حتى توكو بزز منها وعاد الناس غادي يخدموا راسهم وغادي يخلقوا واحد الحاجه اللي اصلا غادي اليمونطيو الماء وهذوك الناس غيخلصوا واحد المقدار قليل بسيط الدوله راه كتشتغل على هادشي انا غنخلص حيدو مره راسي غادي دابا ما كنشربو غير صحي كتشرب ماء غير صحي كاينه امراض ناتجه على بروستات وما يزيد بير انت شارب بير بالدواء احنا دابا هذا هو المشكل اللي ما بغيناش فهمتي ما بغيناش الاستاذ نطيحو في هذا السؤال عندك المساحه بزاف ديال اللي يجيو فيها لي بلاك بزاف باش يطيوك ديك القوه ديال ديك اللي ادفع المدينه كامله ولا عندك الدرهم كاين تيسا حنا على الدرهم كنقلبوا دابا الدرهم راه هنا بغينا نديروا جمعيه انا الفكره اللي قلنا ما مهم حتى انا في المشروع في الفراشات ديال الانتاج ديال الاصدار مثلا خصوصا الكريسيانات اللي كيكونوا مثلا كيشوفوا يعني المهنه كيكونوا في الدراري كيجريو اللي كيشوفوا شي حوايج كيديتكتيو داك البوسوا عند الناس كيكون عندهم واحد الافكار في الراس وما ما